سينج عنده مرض غريب قوي، دايما شايف كل الناس اللي حواليه مسوخ شكلها غريب، ودايما بيحس ان جواه عايش مهرج بيخرج بس لما بيتعرض لمواقف عصيبه. والغريبه بقى ان شغلته نفسها هي مهرج في ملاهي للاطفال، بيتصور معاهم وهو بيضحك، لكن في الحقيقه هو شخص حزين. فيلمنا النهارده مختلف جدا. لو عاوز تعرف ايه اللي هيحصل في لعبه الحبار وباقي الحيوانات اللي معاه، تابع فيلمنا للاخر. بيحاول صاحب سينج انه يقنعه ببيع او رهن شقه امه ويشاركه بفلوسها في مشروع ربحه مضمون عشان يقدر يصرف منه على تعبها ويتجوز البنت اللي بيحبها، لكنه بيرفض لان الشقه هي الحاجه الوحيده اللي فاضله من ريحه ابوه. وفي المستشفى اللي امه محجوزه فيها بيطلب من حبيبته الممرضه انها تسلفه، بيفهمها انه لو ما دفعش حساب المستشفى هيطلعوا سرير امه ويحطوه في الطرقه اللي قدام الاوضه، لكن هي بترفض. ولما بيشوف واحد من المرضى بيضايقها ما بيقدرش يتملك نفسه وبيضربه، وبعدها بيحصل اللي كان خايف منه وبيطلع امه من اوضتها فعلا. ولما بيحاول يتكلم مع رئيس الممرضات بيسمعها بالصدفه وهي بتتكلم مع حبيبته وبتقول لها سيبك منه، ده مش هيجيلك من وراه غير الفقر ووجع القلب. وبتعرفها ان في دكتور كبير عاوز يخطبها وانه جاب لها معاه هديه من فرنسا، لكن هي بتدافع عنه وبتفهمها انها بتحبه. وفي نفس اليوم بيكون قاعد جنب امه وهو حزين، فبتجيب له حبيبته اكل سخن وبتديله فلوس لكن بيرفض ياخدها. ولما بيبص على الهديه اللي معاها بيقول لها لو لقيت الشخص المناسب ما ترفضهوش، فبترد عليه انها لقيت الشخص المناسب من زمان وبتحط له الفلوس على الترابيزه اللي جنبه وتمشي. ولما بيلاقي الدنيا كلها اتقفلت في وشه بيوافق على عرض صاحبه وبيرهن شقه امه بعد ما بياخد بصمتها وهي في الغيبوبه، وبعدها بيسلم صاحبه عقد الرهينه لواحد شكله غريب كان واقف مستنيه بعيد، وبيخرجوا بعدها هما الاثنين من المستشفى. وبيحس تشانج انه متراقب، ولما بيحاول يتصل بصاحبه اللي خد منه قيمه الرهن بيلاقي تليفونه خارج نطاق الخدمه، وبتجيله بعد كده رساله غريبه منه على الواتس بيقول له فيها انا هعوضك باي حاجه تطلبها. فبتلف الدنيا بيه وبيحس انه خسر كل حاجه. ولما بيروح لصاحبه والشركه العقاريه اللي بيشتغل فيها بيعرف من مديره انه سرق الختم بتاع الشركه وبعدها اختفى. وهو قاعد مع المدير بيجيله اتصال من مجهول بيقول له انت في المكان الغلط، وبيطلب منه انه يبص من شباك المكتب اللي هو قاعد فيه. ولما بيبص من الشباك بيلاقي نفس الراجل الغريب اللي كان مع صاحبه هما بياخدوا بصمه امه على الرهن في المستشفى، وبياخدوا الراجل الغريب وهو مغطي له وشه وبيوديه المكان فيه الزعيم بتاعهم اللي بيفهمه انه صاحبه أخد منهم قرض ولعب بيه، وبفلوس الرهن اللي خدهم منه لعب قمار وخسر الفلوس كلها. وبما ان صاحبه ده ملوش حد غيره فدين صاحبه بقى دينه هو، وخيره ما بين انه يسد الدين ده وده طبعا مستحيل بالنسبه له، او انه يركب في سفينه هتبحر من المياه الاقليميه وعلى السفينه دي هيكون في كتير زيه هيلعبوا لعبه، لو كسب هيبقى سدد كل ديونه وكمان هياخد مبلغ كبير وهو راجع، ولو خسر هيتم استبعاده ومش هيرجع بلده تاني. وبيديله دقيقه يقرر فبيوافق وبيمضي على العقد بموافقته. ولما بيروح المستشفى عشان يودع امه بتشوف حبيبته معاه جواز السفر بتاعه وبتعرف انه هيسافر، فبتترجاه انه يفضل معاها، لكن هو بيطلب منها انها تاخد بالها من امه ولو ما رجعش في خلال اسبوع تفصل جهاز التنفس عنها وتشوف حياتها. وبيتجمع اللاعبين ورجاله لابسين ملابس سودا شكلها غريب في جراج عربيات، وبيحقنوا واحد واحد بماده منومه وبيفهموه انهم هيصحوا لو نفسهم على السفينه، لكن لما بيجي الدور على تشانج بيضرب الراجل اللي في ايده الحقنه وبياخد عربيه ويهرب بيها، فبيطاردوه بالموتوسيكلات لكن هو بيقدر يتغلب عليهم كلهم. لكن فجأة بيكتشف انه كان بيتخيل وانه لسه واقف قدامهم. ولما بيحاول يهرب بيضربه واحد من الحرس بمسدس مخدر فبيغمى عليه، ولما بيصحى بيلاقي نفسه جوه زنزانة في سفينة في البحر. وبعد لحظات بتتفتح الزنازين كلها اللي على السفينة، وكل واحد من اللعيبة دي بيستلم شنطته وبيروحوا كلهم لقاعة اللعب، وهناك بيلاقوا نمر كبير بيتعلق في قفص في سقف القاعة. بيطلب الزعيم منهم انهم يفتحوا الشنط اللي معاهم، وبيفهمهم ان كل واحد فيهم معاه 12 بطاقة متوزع فيهم صور للحجر والورقة والمقص، 4 بطاقات لكل صورة، وكل واحد معاه كمان 3 نجوم خماسية لازم يثبتوها على الحزام اللي مربوط على دراعهم. وقوانين اللعبة هي نفس قوانين لعبة حجر ورقة مقص، وان اللي هيخسر الدور بيخسر نجمة واحدة. وفي نهاية كل لعبة الحكم هيرجع البطاقات جوه صندوق التدوير، ولو اختار اللاعبين نفس البطاقة هيتحسب لهم تعادل. وبيفهمهم ان مدة اللعبة 4 ساعات، وعشان يكسبوا لازم يلعبوا بكل البطاقات ال 12 اللي معاهم، واللي هيكسب في النهاية لازم يفضل معاه على الأقل 3 نجوم، وان اللي بيميز اللعبة ان مفيش فيها التزام اخلاقي من اي نوع، وان اهم حاجة ان كل واحد يلعب على المكسب لان اللي هيخسر هيستبعد من اللعبة وهتبقى نهايته مأساوية. وبيطلب منهم انهم يحرروا غرائزهم الحيوانية ويعملوا كل اللي يقدروا عليه عشان يكسبوا.
وبيقف تشانج في وسط القاعة تايه مش عارف يعمل ايه، لحد ما بيقابله لاعب صيني بيفهمه ان القاعة مليانة كاميرات لان اكيد في ناس بيراقبوهم وبيحطوا عليهم رهانات، وبيتفق معاه انهم يلعبوا مع بعض بطريقة معينة بتخليهم هما الاتنين يتعدوا ومحدش منهم يخسر، وبيوافق سينج لكن الراجل بيخدعه وبياخد منه نجمتين، وبيغمى عليه بعدها وبيتخيل نفسه في العالم الخيالي بتاعه واللي بيفوقه هو صاحبه اللي كان سبب وجوده في المكان ده، واول ما بيشوفه بيمسك في خناقه فبيتدخل حراس الامن اللي ان صاحبه بيطلب منهم انهم يسيبوه وبيفهمهم انهم صحاب، ولما بيسألوا سينج انت ايه اللي جابك هنا بيرد عليه انه جاي عشان يحاول يعوضه شقه امه اللي هو كان السبب في خسارته ليها، ده غير انه خسر شقه ابوه كمان في القمار وحطه في دار رعايه وهو محتاج يعوض كل اللي خسره باي تمن، وبيتفق الاثنين انهم يلاقوا واحد يلعبوا معاه ما يكونش معاه كروت لكن يكون معاه نجوم، وفعلا بيختاروا واحد لما بيعرضوا عليه انه يلعب معاهم بيطلب منهم انه يشوف ورقهم الاول وبعدها بيسرق منهم ورقه ويلعب بيها لكنه بيخسرها، وهنا بيمسكه صاحب سينج وبيديله علقه سخنه لانهم بعد كده بيضموا لفريقهم وبياخدوا قرض كبير من الخزنه، وبيختاروا واحد من اللاعبين يلعبوا معاه وبيهزموه فبيتم استبعاده، وبيتفاجئوا بصاحب السفينه داخل القاعه ومعاه الحرس قابضين على واحد حاول انه يكسب بانه يتخلص من الكروت اللي معاه بانه يرميه في الحمام، وده بالنسبه لهم طريقه غير مشروعه في المكسب، فبمنتهى البساطه بيطلع مسدسه ويقتله قدام باقي اللعيبه، وبعد عمليه حسابيه بيعملها سينج بيكتشف انهم محتاجين يجمعوا اكبر عدد من كروت الحجر عشان يعدوا المرحله دي بامان، لكن ما ينفعش هم بنفسهم اللي يشتروا الكروت دي عشان بيلفتوش النظر ليهم، فبيقرروا انهم يدوا فلوس لمجموعه من اللاعبين عشان يشتروا ليهم الكروت من الخزنه، وبيقسم سينج الكروت والنجوم عليهم هم الثلاثه عشان يلعبوا بيها، ولما بيطلب منه صاحبه انه ما يديش كروت لزميلهم الثالث بيرفض ويقول له لازم يكون في بيننا ثقه، ولما بيساله صاحبه عن اللي حصل في عيد ميلاده الثامن بيرد عليه ان كل اللي فاكره هو صوت واحد بيصفر، بعدها دخلوه اوضه وغطوا وشه وكان شغال في الاوضه دي كرتون مهرج وبيقول له انه مش قادر يحدد اذا كان هو فاكره ده حقيقه ولا خيال، وبيحذرهم بعدها زميلهم في الفريق ان في حاجه غلط وان الورق ما ينقصش بالطريقه اللي كانوا هم مخططين ليها عشان يكسبوا، وبيكتشفوا ان في فريق تاني عمل زيهم وده اللي بوظ حسبتهم، وبيتحداهم قاد الفريق التاني انهم يلعبوا مع بعض لعبه واحده يحطوا فيها كل اللي بيملكوه كرهان ويا يكسبوا كل حاجه يا يخسروا كل حاجه، بيوافق سينج وبيقنع زمايله في الفريق بالموافقه بصعوبه، وبحسبة ذكية جدا بيعملها سينج بيقدر يتوقع الورقة اللي مع خصمه اللي بيشوفوه قدامه مع الترابيزة لعبه كأنه وحش، وعلى أرض الواقع بيهزم سينج خصمه، ومش بس كده ده بيقنع الفريق بتاعه انهم يبيعوه وبعدها بياخد كل الورق اللي معاه وفوقهم كمان 100,000 دولار، وبيقابل بعدها اللعيب اللي غشه أول ما بدأ اللعب واللي بيحاول يقنعه انه يبيع صحابه، لكن سينج بيرفض وبيرد عليه اللاعب الغشاش ان مفيش مجال في لعبتنا دي للولاء ولا الاخلاق، وبيقول له انه كان هنا قبله وعارف ان اللي بيخسر بينزل للمعمل وبيتعمل عليه تجارب جينيه وقتها بيتمنى الموت ومش بيلاقيه، لكن سينج بيصمم على موقفه وبيرفض يبيع صحابه، ولما ما بيلاقيش اللاعب الغشاش امل في سينج بيحاول يقنع اللاعبين اللي فاضلين ان احسن فرصه ليهم كلهم انهم يعدوا الورق بتاعهم، يعني كلهم يسلموا كروتهم ويوزع عليهم الكروت بالتساوي، وبكده يكون بوظ خطه سينج واللي معاه في احتكار الكروت الكسبانه، وبيوافق كل اللاعبين على الفكره لكنه كالعاده بيخدعهم مره تانية، ولما بيكشفوا سينج بيرفض باقي اللاعبين انهم يلعبوا معاه، وفي نفس الوقت بيقرروا كلهم انهم يلعبوا مع سينج، وبيقنعوا بعدها ان مفيش قدامه فرصه غير انه يلعب معاه، ولما بيوافق اللاعب الغشاش بياخد بطاره منه وبيخليه يضرب نفسه بالقلم، لما بيلعبوا بعد كده بيخسر سينج وبيدخل سجن ليه شباك ازاز كبير على قاعه اللعب، بعد كده بينتهي وقت المسابقه وبيفهم الزعيم اللعيبه ان اللي فاضل معاه نجوم يقدر يبيعها في الخزنه مقابل مبلغ كبير من الدولارات، ولما بيساله صاحب سينج هل ممكن اشتري حريه صاحبي فبيقول له اه ممكن، لكن عدد كبير من اللعيبه بيتلموا عليه عشان يشتروا منه النجوم فبيرفض يبيع لهم عشان ينقذ بيه صاحبه، لكن زميلهم التالت بيقول انهم محتاجين النجوم دي عشان يقدروا يرجعوا لبيوتهم بثروه كبيره، وللاسف بيسمع كلامه وبيبيع صاحب عمره بعد ما بيقول له انه هيهتم بامه وهياخد باله منها، وبيكتشف سينج بعدها انه عشان يقيد على حياته لازم يكون معاه حاجه غاليه عشان يقيد بيها، ولما بيفكر شويه بيلاقي ان في واحد من اللي معاه في الحبس حاطط لزقه طبيه على ظهره فبيفتعل خناقه معاه، وبعد ما بيخرج زميله ده من الحبس بيطلب منه زمايله اللي خرجوه انه يديهم اللزقه الطبيه لكنه ما بيلاقيهاش ورا ظهره، بيكتشف ان سينج خدع منه في الخناقه وبيوريها لهم سينج بكل الالماز اللي جواها، فبيطلب صحاب الراجل ده من الحرس انهم يشتروا خروجه، لما بيجي يخرج من الحبس بيطلب منه راجل عجوز انه يوصل رساله لابنه، وبيرمي سينج الالماز اللي حرروه بعدها بيروح يدي زميله في الفريق اللي رفض يشتري حريته على سخنه بيكسر له فيها اسنانه وبياخد منه الفلوس والنجوم وبيشتري بعدها خروج الراجل العجوز وبيقول له انا عشت من غير اب وما اقدرش اخلي ابنك يعيش نفس الاحساس، وبيخرج سينج واللعيبه اللي كسبت من السفينه وبيروح لحبيبته وبيعترف لها بحبه.